إخوتي الأحبة، جماعة اذكرني في ملكوتك. نحن اليوم نرفع الذبيحة الإلهية لراحة نفس كل موتانا، وخاصة نذكر الأنفس المطهرية والأنفس المتروكة. نذكر كل أحباء لألنا حبيناهم، تركونا، تركوا هذه الحياة إلى البيت الوالدي الدائم الأبدي. صحيح، من 5 سنوات وفي نفس الوقت شاءت العناية الإلهية في نفس الساعة، في نفس اليوم، في نفس اللحظات، من 5 سنوات بلشنا هذا القداس الإلهي. نرفع للرب 18/1/2012 كان اللقاء الأول. وحلو الواحد يرجع للحب الأول وللقاء الأول، لقائنا مع بعضنا، لقائنا مع الإفخارستية، أعطاء يسوع المسيح لألنا الكامل، ولقائنا على الأكيد مع الرب الحاضر هو بيناتنا. جماعة اذكرني في ملكوتك، جماعة بلشت مثل حبة القمح، حبة الخردل، نميت سنبلة أو شجرة، رح تصير شجرة كبيرة عم تتفرع منها في لبنان في المهجر. اليوم اجانا خبر انه في استراليا ايضا سيبدا عن قريب القداس الاول لاذكرني في ملكوتك. الميزي ما بهمنا العدد بالايمان، الميزي قديش نحن عم نعيش برجاء نودع موتانا الأحبة يلي تركونا. نسأل أنا وياكم، كنت أسأل السؤال، هل ينفع الألم الدائم نتألم مشانهم؟ هل ينفع الحزن الدائم؟ هل ينفع إنه نضلنا مكبوتين لأنهم بحسرة لأنهم فارقونا؟ الحسرة والحزن والكآبة حق لإلنا، ولكن مش حق أبداً إن نبقى فيها للكآبة. المسيحي هو صاحب الإيمان يلي مليان بالرجاء. رجاء بينبع من موت صحيح وقيامي ليسوع المسيح. هيدي الصخرة يلي بدي اسند إيماني وفكري وتسليمي عليها. حجر الزاوية يسوع المسيح، بدي اسمح لموتاي انهم ينطلقوا بسلام إلى البيت الوالدي، لأني أنا كمان بعد عمراً طويل عم بستعد لأنطلق إلى كمان البيت الوالدي معه. كلام منه هين، بس ولكن وقت بنيجي الجمرة ما بتحرق إلا محلها. وقت مننصاب العيلة بتنصاب بالألم، ألم الحزن، ألم الموت، منه هين أبداً. ولكن الله عطانا طريق لنمشي عليها، هو هالرجاء بالقيامة. يعني الدموع يمكن تضل دموع، بس بدها تكون بفرح داخلي. بيي، أمي، صديقي، خيي، أي شخص بحبه بشتاق له،
ولكن مع هالاشتياق هذا أنا ببدل باشتياقي بحوله إلى صلاة تقدمي. وقلنا وهيدي بقولها عدة مرات وأنتم بتعرفوها صرتوا كمان، لا يفيد موتانا إلا الصلاة من أجلهم، وخاصة الذبيحة الإلهية. والتاني شيء أعمال الرحمة، مش المادية فقط، المادية ولكن المنقوم فيها نكون قريب لشخص محتاج بنظرة، ببسمة، بمساعدة، بموقف، بزيارة، بلمسة، بأي بنظرة، بأي شيء أنا بقدر أكون قريب للآخر. هيدا المفهوم، مفهوم العالم بعيد عنه أخوتي، بل كنت لاقوا تحدي. اليوم العالم بيتحدينا كلنا، شو هالإشي اللي بتحكينا إياها؟ رجاء قريب للآخر برحمة، مش موجودة نوعا ما. كل مسيحي هو رسول لا يقدر يكون يدافع عن هالحقيقة هيدي، لأنه ما في حقيقة بتبقى إلا يسوع المسيح. لكن جماعة اذكرني حملت هالرسالة، هي جماعة رسولية مسكونية، واليوم ببلش أول يوم لصلاة الوحدة المسيحيين. المسيحيين اليوم من 18 ل 25 شهر كانون الأول قرروا كل الكنائس إنه يكون في أسبوع للصلاة. هو ببلش بتذكار قيامة كرسي بطرس، اليوم تذكار قيامة كرسي بطرس بروما. 25 هو تذكار ارتداد ماربولوس، اثنين عمودين الكنيسة مع كل الرسل على الأكيد، بس إني بمثلوا كل الرسل. بين 18 و 25 الكنيسة بتصلي لوحدتها، لأنه نحن منقسمين. المسيحية بدهم يتواضعوا، لازم نحن نتواضع. من 100 سنة تقريبا بلشت هالصلاة، لأنه في جرح بدنا نتواضع، لأنه نحن مقسومين، المسيحية مقسومين، ما فينا نشترك مع بعضنا بكل شيء. شو بدنا بالأشياء العقائدية، ولكن نحن منقدر نصلي مع بعضنا لحتى ربنا تكون تحل علينا نعمته وروح القدوس إنه يوحدنا. وآخر صلاة قال يسوع المسيح ليكونوا واحدا، آخر صلاة صلاها يسوع قبل ما يترك هالأرض، عرف ممكن الكنيسة إنها تنقسم. اجعلهم واحدا كما هو أبي واحد. هالشي بيتمثل بشو؟ أول شيء بالعيلة. العيلة بدها تكون متحدة مع بعضها، الأم والبي رغم الصعوبات على الأكيد، والولاد والعيلة الأكبر والأكبر شوي، هذا الاتحاد الأساسي. كلنا سوا أخوتي اليوم متوحدين كعيلة حول الإفخارستية. إفخارستية شكر، لنشكر الرب على كل شيء عم بيعطينا إياه لحتى ننمى بالصلاة وبالإيمان. وهيك الجماعة، جماعة اذكرني في ملكوتك، عندها رسالة لحتى تقوي الإيمان والصلاة، تعمل تنشئة. بتشوفوها بالمركز، بتشوفوها على الفيسبوك، بتشوفوها على كل وسائل الاتصال، هي تنشئة لحتى تنمي الصلاة، تنمي الإيمان، تنمي الوعي عند المسيحية. هيدا دورة مثل كل أي رسالة. ما بيهمنا العدد مثل ما قلنا، مع أنه العدد عم يكبر، صرنا تقريبا الجماعة بإفريقيا، بأمريكا الجنوبية، بأمريكا الشمالية، هلأ بأستراليا، بأوروبا، بالشرق الأوسط تقريبا كله، وهذا الشيء بفرحنا. بس ولكن مثل ما قال الرسل
وقت رجعوا مبسوطين عم يشيلوا الشياطين من الناس، قالوا له يسوع باسمك عم نقدر نشيل كل شيء. قال لهم ما تفرحوا بها، وفرحوا إذا كانت أسماءكم موجودة بالسماء. نحن اليوم عم نسجل أسماء موتانا على السجل لحتى يكونوا أسماء موجودين، وهن موجودين بالبيت الأبدي الوالدي. أنا بدي أشكر جماعة أذكرني في ملكوتك يلي هي تأسست هون. البداية كانت مع مدام اسمها عايدة الخوري، يلي نحن منختارهم الأشخاص مسهم الألم والموت في مكان ما ليكونوا هن عم يديروا، بس كلنا سوا نحن مشترك، أنا وأنتو مثل بعضنا كلنا سوا نشترك بهالذبيحة. مسهم الموت والألم ويكونوا معهم وقت يقدروا يقوموا بالمهمة هيدي. كانت البداية، أنا بدي أشكرها باسمكم وكل الأشخاص اللي عم يشتغلوا، مش بس هي، كل واحد منا. نشكر الرب عليكم، نشكر محبتكم، نشكر على كل شيء. نتمنى أن نكون كتار لنقدر نصلي لموتانا وتكون هي سقافة، سقافة مش لنبكي، سقافة لتكون عندنا هالرجع وهالفرح إذا قدرنا وصلنا. لكن منشهد لقيامة يسوع المسيح يلي قال أنا القيامة والحياة، من آمن بي وإن مات يحيا. كلام كتير كبير، بدنا وقت لحتى نقدر نستوعبه. نحن هوني للجداد كل تالت أربعة من الشهر بكنيسة الصعود. الجماعة تقريبا صار 11 سنة من طلقة، بس نحن 5 سنين هون. منصلي اليوم لكام؟ من أجل إخوتنا الراقدين لحتى يهبهم الرب رحمته. نطلب من الرب الرحمة. نحن منقدر نطلب منهم، هن ما بيقدروا بقى يعملوا شيء أبدا إطلاقا من بعد هذه الحياة، ولا إنسان بيقدر يعمل شيء إطلاقا، إما إلى الحياة الأبدية، إما في طريق للمطهر، وإما لا سمح الله إلى الموت الأبدي. نحن بدنا نشتغل، كل واحد حي بيقدر يشتغل. شوفوا قديش قيمتنا والحياة نعمة. لكن هوني أنا بوقف وبقلكن عقبال 5 سنين والـ15 إلى زيادة إيمان بربنا، إيمان بقيامة يسوع المسيح. المسيح قام حقا قام. نؤمن بإله واحد.